السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنقفل شابتر 2 في الألجبرا ونخلصه بالكامل، وكده يبقى فاضل لنا بس شابتر 3 ونبقى خلصنا منهج الألجبرا بالكامل. هنكمل على آخر المرة اللي فاتت. عايزين بس كده نمسكها مع بعض من أيام زمان لما كنت أجي أقول لك سكوير روت لو الإكس مثلا لو الإكس باور 2 إيكوال 4، فكنت عشان تجيب الإكس كنت بتقول لي بوزيتيف أور نيجاتيف سكوير روت للفور، يعني هتطلع بوزيتيف او نيجاتيف 2. طبعا ده معناه ان انا طلعت تو روتس، ان الاكس يا اما 2 يا اما الاكس بنيجاتيف 2. ده كان عشان الاكس باور 2، طول ما هنا باور 2 لازم يطلع لك تو روتس، فده معناه ان هنا لو باور 3 يطلع لي 3 روتس، لو باور 4 يطلع لي 4 روتس. امال ازاي كنا بنقول ان كيوب روت لل 1 كان بيطلع 1؟ طبعا الكلام دوت صح لغايه قبل ما تاخد الكومبلكس نمبرز، لكن بعد ما اخدنا الكومبلكس نمبرز الكلام ده مش مظبوط. يعني لما اجي اقول لك ان اكس باور 3 ايكوالز 1، اعرف ان انا لما اجي اعمل كيوب روت للاكس باور 3 لل 1 يعني هيطلع لي 3 فاليوز. طب ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. زي ما انا كاتب لك هنا كده، لو عندي اكس باور 3 ايكوالز 1 دخل لي ال 1 جوه، فهتبقى اكس باور 3 ماينس 1 ايكوال 0. تعالى نعمل فاكتورايزيشن اللي احنا كنا بنعمله في ثانيه اعدادي. ده كده ديفرنس بتوين تو كيوبس، يعني كنا بنعمل براكت صغير وبراكت كبير. كنا بنجيب البراكت الصغير ازاي؟ تعمل الكيوب روت دوت كيوب روت دوت كيوب روت الاكس باور 3 باكس كيوب روت ال 1 ب 1، وبنزل نفس الساين. طب بجيب البراكت الكبير ازاي؟ البراكت الكبير يتجنب الصغير. الحاجه الاولانيه باور 2، الحاجه الثانيه باور 2 تتكتب في الاخر. اما في النص كنت كنا بنجيب التايم في النص ازاي؟ تعمل لي ده تايمز ده 1 تايمز اكس باكس وتعكس الساين اللي هنا. طبعا الكلام ده كله ايكوال زيرو. دي طريقه الفاكتورايزيشن اللي هي بتاعت الاله. طيب من هنا كده من البراكت دوت لو خدناه وقلنا ان هو زيرو فده معناه ان الاكس هتطلع 1، لكن من هنا لو خدنا دوت وقلنا ان هو ايكوال زيرو مش هنعرف نعمله فاكتورايزيشن في الريل نمبرز، بس نقدر نعمله فاكتورايزيشن في الكومبلكس. يعني انت لو عملت ريل فاكتورايزيشن على كمبيوتر هطلع لك الاجابات بالاي، هطلع لي تو روتس، واحده منهم بنيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2 اي، والثانيه بنيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2 اي. ففعلا انا كده عشان ده كان اكس باور 3 لما جيت عملت كيوب روت طلع لي كام فاليو؟ طلع لي 3. الفاليو الاولانيه اللي انت عارفها هي دي الوحيده اللي في الريل نمبرز اللي هو ال 1، والفاليو اللي هي الثانيه اللي هي نيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2 اي، والفاليو الثالثه اللي هي نيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2 اي. دول كده روتس ال 1، لما جينا عملنا كيوب روت ال 1 طلع لي 3 روتس اللي انت شايفهم دول. التو نمبرز دول فيهم حاجه مش موجوده الا فيهم هم بس، اللي هي ايه بقى؟ لو انت مسكت الكمبيوتر وحولتها على السيستم بتاع الكومبلكس واخدت النمبر دوت وعملته باور 2 هتلاقي الايكوال بتاعك هو النمبر دوت، ولو برضه جيت اخدت دوت وعملت باور 2 هتلاقي ان الايكوال بتاعه هو النمبر دوت، يعني ده باور 2 ايكوال لده وده باور 2 ايكوال لده، عشان هما حاجات مميزه كده فسمينا واحد منهم اوميجا وسمينا الثاني اوميجا سكوير. يبقى ده معناه ان احنا دلوقتي هنسمي روتس ال 1 1 واوميجا واوميجا سكوير. طيب مين الاوميجا والاوميجا سكوير؟ هما الاثنين دول، ده كده سميه اوميجا وده اوميجا سكوير. وعلى فكره لو عكست مش هتفرق، لان زي ما قلت لك انت لو اخدت دوت وعملته باور 2 هيدي لك ده، ولو اخدت دوت وعملته باور 2 هيدي لك دوت. يبقى المستفاد او الملخص بتاع الكلام ده كله ان انا عندي 3 روتس لل 1 اللي هم 1 واوميجا واوميجا سكوير. علامه الاوميجا عامله زي الدبليو كده بس هتلاقيها بالمنظر ده كده، دي كده اسمها اوميجا. طيب دول كده الروتس بتاع 1، وما تنساش ان واحده الفاليو بتاعتها كده والثانيه الفاليو بتاعتها كده. قال لي ان انا لو جيت عملت صم الكيوب روتس اللي هي بتاعت ال 1 هتطلع لي 0، يعني لو عملت 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير الكلام دوت هيطلع لك بايه؟ ب 0. طب تعالى نشوف ازاي. نزل الوزن الموجب، نزل كده الاوميجا اللي هي نيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2 بلس، نزل لي الاوميجا سكوير اللي هي نيجاتيف هاف بلس ماينس روت 3 اوفر 2 الكلام دوت خلص. دي هتروح مع دي، نيجاتيف روت 3 اوفر 2 مع نيجاتيف ايه؟ مع بوزيتيف روت 3 اوفر 2، دول كده مع بعض. وعندك هنا نيجاتيف هاف ونيجاتيف هاف ونيجاتيف 1،
هيقفوا مع الرن، ففعلا الايكوال بتاعك بكام؟ بزيرو. يبقى دي من ضمن الرولز اللي احنا لازم نكون عارفينها كويس قوي، لان هنستخدمها كتير. السم بتاع الرولز للون بزيرو. 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير ايكوال زيرو. طب بص كده بنفس الايكويشن دي، لو انا سميت دول ووديت الرن الناحيه الثانيه، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى لي اوميجا بلس اوميجا سكوير ايكوال نيجاتيف 1. طب بص هنا كده، لو سميت الرن اوميجا ووديت الاوميجا سكوير الناحيه الثانيه، يبقى 1 بلس اوميجا ايكوال نيجاتيف اوميجا سكوير. طب تعالى انا سميت ال1 والاوميجا سكوير ووديت الاوميجا الناحيه الثانيه، هيبقى 1 بلس اوميجا سكوير ايكوال نيجاتيف اوميجا. ده معناه ان السم بتاع اي تو روتس من روتس ال1 ايكوال نيجاتيف الثالثه. يعني انا لما خدت الاوميجا مع الاوميجا سكوير طلعت نيجاتيف 1. لما خدت ال1 مع الاوميجا طلعت نيجاتيف اوميجا سكوير. ولما خدت ال1 مع الاوميجا سكوير طلعت لي نيجاتيف اوميجا. يبقى السم بتاع اي 2 ايكوال نيجاتيف الثالثه. طيب بص كده معايا، احنا اتفقنا ان 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير ايكوال زيرو. طب ما برضه لو انا جيت قلت لك 2 بلس 2 اوميجا بلس 2 اوميجا سكوير برضه هتديني زيرو. اعمل ديفايد 2 هتطلع هي هي. طب ما انا لو جيت قلت لك 5 بلس اوميجا بلس 5 اوميجا بلس 5 اوميجا سكوير برضه هتديني زيرو. نفس الفكره بالظبط. يبقى انا لو غيرت لك النمبر اللي هنا عادي هي هي. طب تعالى كده في اللي تحت، لو انا جيت قلت لك برضه نفس الكلام 5 بلس 5 اوميجا سكوير تقول لي هتديني ايه؟ 5. لو جيت قلت لك 8 بلس 8 اوميجا تقول لي هتديني نيجاتيف 8 اوميجا سكوير. لو جيت قلت لك 7 بلس 7 اوميجا سكوير تقول لي هتديني نيجاتيف 7 اوميجا. هي هي بالظبط، حتى لو غيرت لك الكوفيشن بتاعهم كلهم. طيب بص بقى هنا معايا، طبعا احنا اتفقنا مين اوميجا ومين اوميجا سكوير مش هتفرق. فعشان كده انا كتبت هنا اوميجا ماينس اوميجا سكوير او اوميجا سكوير ماينس اوميجا. لو جينا عملناهم ماينس، بص هنا معايا، تعالى كده نرجع بس من ورا لهنا. دي كده المفروض مثلا اوميجا ودي اوميجا سكوير. تعالى نعملهم ماينس. لو جيت قلت لك نيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2 ار ماينس نيجاتيف هاف اللي هي ماينس روت 3 اوفر 2 ار. فحط ماينس كده، تعالى نشوف كده هيحصل. المفروض نيجاتيف هاف ماينس نيجاتيف هاف هيبقوا مع بعض حاجه، ماينس سيلف هيبقوا مع بعض. طب روت 3 اوفر 2 ماينس نيجاتيف روت 3 اوفر 2 هتطلع لك روت 3 ار. طب افرض عكس، هتطلع لك نيجاتيف روت 3 ار. فده معناه ان الديفرنس بتاعهم او الماينس بتاعهم زي ما انا كتبتها كده بوستو والنيجاتيف روت 3 ار. يبقى شويه الداتا اللي احنا خدناها، تعالى نرجع تاني الاول. لما يكون عندي اكس باور 3 ايكوال 1، طالما اكس باور 3 يبقى لازم اطلع كام فاليو؟ اطلع 3. لما جينا عملناها طلعنا 3 فاليوز، مره 1 مره نيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2 ار مره نيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2 ار. قلنا ان السم بتاع ده طبعا دول هنسميهم اوميجا واوميجا سكوير. قلنا ان السم بتاعه بكام؟ بزيرو. 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير ايكوال زيرو. السم بتاع اي 2 يدي لك الثالثه، السم بتاع اي 2 يدي لك الثالثه، السم بتاع اي 2 يدي لك الثالثه. اخر حاجه خدناها ان الديفرنس بتاع الاوميجا والاوميجا سكوير بالبوستيف اور نيجاتيف روت 3 ار. حلو، بص بقى معايا هنا كاتب لك لو زدت ب اي بلس بي اوميجا، فاعرف على طول ان الكونجيجيت زد باي الكونجيجيت هيبقى اي بلس بي اوميجا سكوير. ده معناه ايه؟ ان انا هجيب لك نمبر الاوميجا وعاوز الكونجيجيت بتاعه، شيل الاوميجا واحط مكانها اوميجا سكوير. وبرضه العكس، لو جبت لك اوميجا سكوير وقلت لك عايز الكونجيجيت، شيل الاوميجا سكوير واحط ايه؟ واحط اوميجا زي ما انا عامل هنا كده. ده كونجيجيت ده وده كونجيجيت ده. هي كانت A بلس B اوميجا، خليتها A بلس B اوميجا سكوير. كل دي الاساسيات في الاول قبل ما نبدا نحل على الادفانس فاكتور. طيب من ضمن الاساسيات بتاعنا ان انت لو عندك طبعا الاوميجا من ضمن ايه؟ من ضمن الروتس بتوع ال1 صح؟ يعني انا لما كان عندي اكس باور 3 ايكوال 1 وجبت كيوب روت ليها كان 1 واوميجا واوميجا سكوير. طب لو انا خدت الاوميجا دي وعملتها باور 3 مش المفروض ترجع لاصلها اللي هي 1؟ يعني بص كده معايا، كيوب روت
لل 1 بكام؟ باوميجا. طيب كيو روت لون 1 اعمل لي باور 3 ناحيتين، لما اعمل دي باور 3 هيبقى اوميجا باور 3، ولما اعمل هنا باور 3 هطلع لي 1. يبقى انا كده قدرت استفاد ان الاوميجا باور 3 1. دي اول حاجه مكتوبه عندنا كده. طب افرض جبت لك اوميجا باور 4 زي ما كنا بنعمل في الاي وكنت بتشيل مالتيبلز 4، هنا في الاوميجا هتشيل لي مالتيبلز 3 لان الاوميجا باور 3 اللي 1، لكن هناك كان اي باور 4 هو اللي 1. تعالى هنا هنشيل من هنا 3 يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي اوميجا باور 1. لما جبت لك اوميجا باور 5 شيل 3 يبقى لك اوميجا باور 2. طب اوميجا باور 6 طب ما ديت من ضمن المالتيبلز بتاعت 3 فهتدي لك 1 على طول. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده معايا، يعني مش بس اوميجا باور 3 ب 1 وكل المالتيبلز بتاعتها، اوميجا باور 6 ب 1، اوميجا باور 9 ب 1، اوميجا باور 12 ب 1، وهكذا. كل مالتيبلز 3 لما تبقى على الباور بتاع الاوميجا هتدي لك 1. تعالى نكمل. فدي طبعا من ضمن المالتيبلز 3 اللي هتديني ايه؟ 1. طب السيفن شيل منها اقرب حاجه في تيبل 3 هلاقي 6 فيبقى لي اوميجا باور 1. طب ال 8 شيل اقرب حاجه في تيبل 3 اللي هي 6 برضه هيبقى لك اوميجا باور 2. طب ال 9 لا ده دي اساسا من مالتيبلز 3 فعشان كده هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 1 على طول. طيب تعالى نكمل مع بعض كده. بص هنا تحت معايا بيقول لي لو انا عندي 1 اوفر اوميجا هتطلع اوميجا سكوير. طب ازاي؟ انا اقدر اشيل ال 1 دوت خالص واكتب مكانه اوميجا باور 3، مش ال 1 ايكوالز اوميجا باور 3 فممكن اشيل واكتب مكانه اوميجا باور 3. طب اوميجا باور 3 اوفر اوميجا هتدي لك اوميجا باور 2، ودي برضه رول جديده. اول لما تلاقي 1 اوفر اوميجا تقول لي اوميجا باور 2. طب لو لقيت 1 اوفر اوميجا باور 2 باوميجا ليه؟ برضه ال 1 دوت انا ممكن اشيل واكتب مكانه اوميجا باور 3 وفي عندك تحت اوميجا باور 2 فحد ديفايدد بنعمل ماينس الباورز فهتديني اوميجا باور 1 اللي هي اوميجا. يبقى دول مهمين جدا بالنسبه لك ان 1 اوفر اوميجا باوميجا سكوير، 1 اوفر اوميجا سكوير باوميجا. عندنا هنا تو رولز هناخدهم لما نيجي نحل عليهم، سيبهم دلوقتي خلينا في الرولز اللي احنا خدناها دي اللي هنحل عليها دلوقتي اللي هي ايه؟ ان رولز ال 1 1 واوميجا واوميجا سكوير، ودي الفاليو بتاعت اوميجا ودي الفاليو بتاعت اوميجا سكوير او العكس مش هتفرق. تعالى هنا السم بتاع روتس بزيرو، السم بتاع اي اثنين يدي لك نيجاتيف الثالثه، السم بتاع اي اثنين يدي لك ايه؟ نيجاتيف الثالثه. الديفرنس بتاع الاوميجا والاوميجا سكوير ببوستيف او نيجاتيف روت 3 ار، دي برضه حاجه مهمه. الكونجيجيت اشيل الاوميجا واكتب مكانها اوميجا باور 2 والعكس. هنا اي اوميجا باور 3 او مالتيبلز 3 تديني 1، غير كده افضل اشيل من مالتيبلز 3 زي ما كنا بنعمل في الاي، بس في الاي كنت بشيل من مالتيبلز 4. هنا هشيل مالتيبلز الـ 3. 1 اوفر اوميجا اوميجا سكوير، 1 اوفر اوميجا سكوير باوميجا. تعالى كده نكمل. نبدا بقى نحل اسئله على اللي احنا اخدناه. بيقول لي بروف ذات ان 1، خلي بالك بص هنقول لك على كام حاجه مهمه جدا. ان 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير ايكوالز 0. تمام كده؟ طيب تعالى نشوف مع بعض. هنا بيقول لي 1 اوفر 1 بلس 3 اوميجا سكوير ماينس 1 اوفر 1 بلس 3 اوميجا بروف ذات ان الكلام دوت بنيجاتيف 27 اوفر 49. تعالى نمشي مع بعض خطوه خطوه، ده السؤال نفسه. تعالى نشوف هنحل ازاي. اول حاجه بص كده معايا، انا عايز اعمل دول ماينس فلازم اجيب الكومن دينومينيتور. هنجيب الكومن دينومينيتور ازاي؟ بص معايا كده بمنتهى البساطه، بنعمل اللي تحت تايمز لبعض واحده واحده، يعني كل ال 1 دوت يعملوا تايمز لكل اللي هنا. 1 تايمز 1 ب 1، 1 تايمز 3 اوميجا ب 3 اوميجا، دي كده خلصناها. خد ديت واعملها لي تايمز لكل اللي هناك، 3 اوميجا باور 2 تايمز 1 ب 3 اوميجا باور 2، 3 اوميجا باور 2 تايمز 3 اوميجا 3 تايمز 3 ب 9، واوميجا باور 2 تايمز اوميجا واوميجا باور كام؟ 3. دي اول حاجه تعملها انك تعمل اللي تحت تايمز لبعض، عملت اللي تحت تايمز لبعض. بعد كده بتعمل لي كروس بالطريقه دي، يعني تعمل لي هنا تايمز 1 ويتكتب اهو 1 طب 3 اوميجا تايمز 1 اهو. الماينس دي خلي بالك منها. طبعا المفروض اعمل ده تايمز 1 واكتبه هنا وادخل عليهم الماينس. يعني ايه؟ يعني انا لو عملت 1 تايمز 1 طب 3 اوميجا سكوير اللي هي دي ودخلت عليهم الماينس خليت الاثنين نيجاتيف. دخلت النيجاتيف دي بعد ما عملت تايمز. يبقى انا بعمل كروس هنا. ده تايمز ده يتكتب هنا. ده تايمز ده يتكتب هنا. هو المفروض كان يبقى موصل بس عشان في ماينس دخلت عليه.
كده احنا بدأنا ان احنا نعمل ماينس او نعمل نجيب الكومن ديمينيتور ونعمل ماينس اللي فوق. نحاول بقى نعمل سيمبليفاي. ركز بقى معايا في الخطوه اللي بعدها. هنا كان في 1 وكان في نيجاتيف 1 اتكنسلوا مع بعض. ايه اللي بقى لي 3 اوميجا ماينس 3 اوميجا باور 2 اوفر. تعالى كده نشوف ايه اللي عملناه. ال 1 نزل قدام، ال 3 اوميجا نزل، ال 3 اوميجا باور 2 نزل، الاوميجا باور 3 ب 1 عشان كده نزلتها لك 9. ده كده اللي بقى لي هنا زي ما انت شايف. تعالى نشوف الخطوه اللي بعدها. هنا فوق لقيت ان في 3 هايز كومن فاكتور متوفره بره عشان تسهل لك شويه في الاول. طب نيجي تحت هنا في 1 وفي 9 اللي هي كام؟ اللي هي 10 وفي دول مع بعض. بص كده ادي 1 وادي 9 اللي هم ايه كده؟ دول مع بعض ايكوال نيجاتيف 3. مش انا كنت بقول لك السم بتاع اي 2 يديك نيجاتيف 3؟ مش احنا اتفقنا لو عندي اوميجا بلس اوميجا باور 2 هتديني نيجاتيف 1؟ طب لو دي جنبها في كيو ودي جنبها في 3 يبقى تديني ايه؟ نيجاتيف 3، تديني رقم اللي جنبها بس نيجاتيف. فانا هشيل لك دول مع بعض عشان عايزك ارقام. فهشيل دول مع بعض واكتب مكانهم نيجاتيف 3 زي ما انت شايف كده. يبقى ال 1 نزل زي ما هو. ال 9 نزل زي ما هي. دول اتشالوا واتكتب مكانهم ايه؟ نيجاتيف 3. طيب بالنسبه لدول مش احنا لسه واخدين الروت بتاعتها؟ اوميجا ماينس اوميجا سكوير بالبوستر والنيجاتيف روت 3 ار. شيل الروت مكانها بوستر والنيجاتيف روت 3 ار. وفي بره 3 نزل زي ما هي. حسبت دول تبقى 7. احسب ده كله ممكن تدخله على الكمبيوتر. خلي السيستم بتاع الكمبيوتر على كومبلكس مود، خليها 2 عنده على كومبلكس واكتب الاي عادي. ده خلي 3 قطع براكت روت 3 ار اوفر 7 كول باور 2. هتطلع لك الاجابه اللي هو ايه؟ اللي هو عايزها. تعالى نكمل كده تاني سؤال تاني. بيقول لي برضه هنا بروف ذات ان 1 ماينس 2 اوفر اوميجا سكوير بلس اوميجا سكوير تايمز 1 ماينس 5 اوفر اوميجا بلس اوميجا. الكلام دوت اديني كام؟ اديني 18. تعالى نعمل سيمبليفاي. مش احنا اتفقنا ان 1 اوفر اوميجا سكوير باوميجا؟ شلت لك الاوميجا سكوير اللي هنا ديت وكتبت لك مكانها اوميجا ونزلت لك الباقي زي ما هو. مش احنا برضه اتفقنا ان 1 اوفر اوميجا باوميجا سكوير هي دي اوميجا، بديت انها 1 اوفر اوميجا، شلتها وكتبت مكانها ايه؟ اوميجا سكوير. اول حاجه عملتها عشان ما اخليش فيه فراكشنز. ال 1 اوفر اوميجا باور 2 باوميجا. ال 1 اوفر اوميجا باوميجا باور 2. دي اول حاجه. تعالى نبدا نعمل بقى ايه السيمبليفاي اللي احنا شفناه ده. بص كده معايا كويس قوي. هنا في 1 طبعا المشكله كلها ما عنديش روز هنا بالماينس، فانا هاخد اللي مجنون بس. هاخد ال 1 والاوميجا سكوير. انا هديك كده على جنب الرول الاساسيه اللي بنطلع منها كل حاجه. دي كده ان 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير بزيرو. فانا عندي 1 بلس اوميجا سكوير. 1 بلس اوميجا سكوير. مين يروح الناحيه الثانيه؟ الاوميجا. تروح بالنيجاتيف. عشان كده انا شلت لك دول وكتبت لك مكانهم نيجاتيف اوميجا. ونيجاتيف 2 اوميجا نزل زي ما هي. طب تعالى هنا بص كده معايا. هنا في 1 بلس اوميجا. شيل ال 1 بلس اوميجا. طب 1 بلس اوميجا بكام؟ الاوميجا باور 2 تروح الناحيه الثانيه. تروح بنيجاتيف. يبقى نيجاتيف اوميجا باور 2. ودي برضه نزلت زي ما هي. يبقى انا خدت 1 بلس اوميجا باور 2 ادتني نيجاتيف 3 وده نزل زي ما هو. خدت 1 بلس اوميجا ادتني نيجاتيف 3 نيجاتيف اوميجا باور 2 وده نزل زي ما هو. فكده لو خدت بالك انا خليت الجزء دوت فيه اوميجا بس ودوت فيه اوميجا سكوير. نيجاتيف اوميجا ماينس 2 اوميجا بنيجاتيف 3 اوميجا. طب تعالى هنا نيجاتيف اوميجا باور 2 ماينس 5 اوميجا باور 2 بنيجاتيف 6 اوميجا باور 2. ابدا عندهم تايمز بعض. نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 6 اللي هي 18. اوميجا تايمز اوميجا سكوير واوميجا باور 3 اللي هي اساسا ب 1. فيبقى الفرق في الاخر طلع لي 18. كده جبنا له الفاليو وفعلا اثبتنا له اللي هي كام؟ اللي هي ب 18. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي لا برضه هكتب لك الرول الاساسيه على جنب. 1 دي اللي بتبتدي كل حاجه بلس اوميجا بلس اوميجا باور 2 الكلام ده بكام؟ ب 0. بيقول لي لو انا عندي 1 بلس اوميجا اول باور 7 ايكوالز ايه بلس بي اوميجا. وبيقول لي ان الاي والبي دول ريل نمبرز عايزين الاوردر بير اللي بيتكون من الاي والبي. يعني انا عايز اطلع الاي والبي. تعالى نعمل سيمبليفاي دوت اللي هو 1 بلس اوميجا اول باور 7. من هنا كده 1 بلس اوميجا مين يروح الناحيه الثانيه؟ يبقى ايكوال نيجاتيف الثالثه اللي هو نيجاتيف مين؟ اوميجا باور 2. نيجاتيف اوميجا باور 2 اول باور 7 دخل لي الباور عليهم. خلي بالك الباور هنا اوت فيخليها لي نيجاتيف زي ما هي. اعمل توتال من 7 ل 14
يبقى نيجاتيف اوميجا باور 14. طب ما دي كده انا ممكن اشيل مالتي 3 اقرب حاجه لل 14 هي 12. لما تشيل هي 12 يبقى لي 2 يبقى نيجاتيف اوميجا باور 2. طب نيجاتيف اوميجا باور 2 مش هتبقى ايكوال السابق على الاثنين التانيين؟ ما انت دي لو رحت الناحيه الثانيه يبقى لك هنا 1 بلس اوميجا. شيل اوميجا باور 2 واكتب لي مكانها 1 بلس اوميجا. او شيل نيجاتيف اوميجا باور 2 يعني واكتب لي مكانها 1 بلس ايه؟ 1 بلس اوميجا. يبقى انا قدرت اوصل في الاخر ان دوت عباره عن 1 بلس اوميجا. طب هو كان بيسموهولي A بلس B اوميجا. الجزء اللي هو من غير اوميجا ب 1 يبقى A ب 1. صح كده؟ ما دوت ايكوالز A بلس B اوميجا يبقى A ب 1. الB اللي هي اللي جنب الاوميجا اللي هي برضه ب 1 يبقى A ب 1 والB ب 1. انا عايز اوضح الفرق في A وB فيبقى 1 و A 1 و 1. يبقى زي ما قلت لك دايما تلاقي السؤال ان انت عارف ان الصم بتاع 3 روتس بكام؟ ب 0. تعالى نشوف اللي بعده. بيقول لي لو الاكس بنيجاتيف 1 بلس روت 3 اي اوفر 2. بروف ذات ان اكس باور 6 بلس 6 اكس باور 5 بلس 15 اكس باور 4 بلس 20 اكس باور 3 بلس 15 اكس باور 2 بلس 6 اكس. الكلام ده كله يديني كام؟ يديني 0. طيب بص لي كده على الاكس ديت. انا ممكن اقسمها اخليها نيجاتيف 1 اوفر 2 بلس روت 3 اوفر 2 اي. مش ده كده الفاليو بتاعت اوميجا؟ ده كده الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت اوميجا اللي دخلناها في الاول. يبقى ده كده يبقى الاكس كده طلعناها هي اوميجا. فانا اقدر اروح للايكويشن اللي هو بيديهالي واشيل كل اكس واكتب مكانها اوميجا. فبدل ما تبقى اكس باور 6 هتبقى اوميجا باور 6. وهنا 6 اوميجا باور 5. وهنا 15 اوميجا باور 4. وهنا 20 اوميجا باور 3. وهنا 15 اوميجا باور 2. وهنا 6 ايه اوميجا. طبعا الكلام دوت عايزين نشوف هو كام بزيرو. شلت كل اكس وكتبت مكانها اوميجا. لان انا طلعت ان الاكس اوميجا. طب وبعدين نبدا نعمل سيمبليفاي. اوميجا باور 6 جت من مالتيبلز 3 اللي هي هتطلع لي 1. شيل اقرب حاجه اكتبه 3 اللي هي 3 تطلع لك 6 اوميجا باور 2. شيل اقرب حاجه اكتبه 3 اللي هي 3 يبقى لي اوميجا باور 1. دي كده كده 1 فاتشالت ودول نزلوا زي ما هم. فكده ده كده بعد ما عملت بدات احاول اعمل سيمبليفاي. خد الارقام مع بعضها جمع حاجات شبه بعضها مع بعض. انت عندك 1 و 20 يدوني 21. عندك 6 اوميجا باور 2 و 15 اوميجا باور 2 اللي هم ب 21 اوميجا باور 4. عندك 15 اوميجا و 6 اوميجا اللي هم ب 21 ايه اوميجا. طب ما كده دوت شكل السطر بتاع الروتس اللي هو اكيد هيديني كام؟ هيديني 0. هتقول لي ما في 21 ما انا قلت لك ممكن تبقى 1 بلس اوميجا بلس اوميجا باور 2 يبقى 0. دي الروت الاساسيه. لو كتبت لك رقم هنا هو هو هنا هو هو هنا برضه هتديك 0. انا عندي ايه؟ كتبت لك نفس الروت بس بدل 1 كتبت لك 21 عادي اكن عملتها ديفايد 21 فهتديك الشكل العادي اللي هو اساسا بكام؟ اللي هو 0. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي لو انا عندي 1 اوفر 1 بلس اوميجا و1 اوفر 1 بلس اوميجا سكوير ار 2 روتس. فايند ذيس ايكويشن. عايزين لو دول روتس الايكويشن فاحنا عايزين نجيب الايكويشن. ده كان من اولى ثانوي لو تفتكر. بجيب الايكويشن ازاي؟ انت عشان تجيب الايكويشن محتاج حاجتين. محتاج السم ومحتاج التوتال بتاع التو روتس دول. بعد ما بجيبهم الروت بتاعت الايكويشن بتبقى كده اكس باور 2 ماينس السم تايمز اكس بلس البرودكت ايكوال 0. الروت دي موجوده ثانوي. ازاي اكون ايكويشن؟ بحتاج حاجتين سم اوف تو روتس وبرودكت اوف تو روتس. جبتهم الايكويشن خلاص كده. الايكويشن بعملها ازاي؟ بعمل اكس باور 2 دي ثابته ماينس السم اللي انا طلعته واعمله تايمز اكس بلس البرودكت اللي انا طلعته واقول ان ايكوال 0. يبقى انا محتاج حاجتين سم وبرودكت للتو روتس دول. نحاول بقى نجيب السم والبرودكت للتو روتس دول. تعالوا الاول نعمل لهم سيمبليفاي. بص كده معايا 1 بلس اوميجا ايكوال نيجاتيف الثالثه يبقى نيجاتيف اوميجا باور 2. 1 بلس اوميجا باور 2 ايكوال نيجاتيف الثالثه يبقى نيجاتيف اوميجا. يبقى هنا 1 اوفر نيجاتيف اوميجا سكوير وهنا 1 اوفر نيجاتيف اوميجا. كده بقى لو عملت لهم سيمبليفاي. طب احنا عايزين ايه؟ عايزين نعمل لهم سم وبرودكت. كده هم على شكل فراكشن ممكن تعملهم بس هتبقى صعبه معاك شويه. طب ما احنا عارفين ان 1 اوفر اوميجا باور 2 باوميجا وان 1 اوفر اوميجا باوميجا باور 2 بس خلي بالك ان كده كده في نيجاتيف. فانا حطيتهم في السيمبلس فورم اللي ما تخليش ان في فراكشنز اصلا. كده انا جبتهم في السيمبلس فورم اقدر اعمل اللي انا عايزه. اول حاجه عايزها انا عايز السم. يعني عايز اعمل ده بلس ده. يعني عايز اعمل نيجاتيف اوميجا بلس نيجاتيف اوميجا باور 2. خد من هنا كده
النيجاتيف بايس كوم فاكتور. ايه ده؟ ده ايه؟ اوميجا بلس اوميجا باور 2. السم بتاع اثنين منهم نيجاتيف الثالثه يعني نيجاتيف 1، يبقى السم بتاع دول بنيجاتيف 1. وكان في نيجاتيف بره يبقى نيجاتيف تايم نيجاتيف تبقى بوزيتيف ايه؟ 1. كده انت جبت لي السم. فاضل مين؟ فاضل البرودكت. برودكت يعني تايمز. يعني محتاج انك تعمل لي الاثنين دول ايه؟ تايمز. نيجاتيف اوميجا تايمز نيجاتيف اوميجا سكوير. نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف. اوميجا تايمز اوميجا سكوير اوميجا باور 3. واوميجا باور 3 اللي هي اساسا بكام؟ اللي هي 1. جبت السم والبرودكت قلت لك تكتب لي رول اكس باور 2 ماينس السم تايمز اكس بلس البرودكت ايكوال زيرو. حلو كده انا عرفت الايكوال. بص بقى معايا او انا خدت بالك الرول مكتوبه عليها تمام؟ اكس باور 2 ماينس السم تايمز اكس بلس برودكت ايكوال زيرو. يبقى اكس باور 2 ماينس السم بكام؟ 1 يبقى 1 اكس بلس البرودكت لو كام؟ لو برضه 1 بلس 1 ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. يبقى انا كده كونت له مين؟ كونت له الايكويشن دي عن طريق الرول دي اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت كل زاويه. تعال نكمل مع بعض. بيقول لي بروف ذات ان اوميجا اوفر 1 بلس 2 اوميجا اول باور 2 بلس 1 بلس 2 اوميجا سكوير اوفر اوميجا سكوير اول باور 2. الكلام دوت يديني نيجاتيف 10 اوفر 3 اوميجا باور 2. طب نوصل لده ازاي؟ تعالى نمشي واحده واحده. انا خدت الجزء دوت اللي هو الليفت هاند سايد. هنحاول نوصله للرايت هاند سايد. تعالى نمشي مع بعض واحده واحده. شايف دي كانت عباره عن ايه؟ 2 اوميجا. زي ما كنا بنعمل كده في شابتر 1 لما كنت بخليها فاكر لما كان بيجي لي 2 سي كنت بخليها سي بلس سي. هنا نفس الكلام. ادي اوميجا هنا 1 خليت ال 2 اوميجا ديت قسمتها لاوميجا واوميجا. مش 2 اوميجا يعني اوميجا بلس اوميجا؟ طيب تعالى هنا نفس الكلام. 2 اوميجا باور 2 قسمتها لاوميجا باور 2 واوميجا باور 2. والباقي كله نزل زي ما هو. تعالى نكمل مع بعض. الاوميجا نزل زي ما هي. خدت 1 بلس اوميجا وشلتهم وكتبت مكانهم نيجاتيف الثالثه اللي هي نيجاتيف اوميجا باور 2 ودي نزلت زي ما هي. خدت 1 بلس اوميجا سكوير وكتبت مكانهم نيجاتيف الثالثه اللي هي نيجاتيف اوميجا ودي نزلوا زي ما هم. بحاول اعمل سيمبليفاي عشان اوصل للي هو عاوزه. طيب مش ده كده الديفرنس ما بين اوميجا واوميجا سكوير؟ مش دي اكنها اوميجا ماينس اوميجا سكوير؟ ودي كمان اكنها اوميجا سكوير ماينس اوميجا؟ سواء دي او دي فالاثنين من اول الدرس بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 اي. فانا شلت لك الديفرنس بتاعهم وكتبت مكانه بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 اي. شلت لك الديفرنس بتاعهم وكتبت مكانه بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 اي زي ما انت شايف بالمنظر ده. ماشي وبعدين تعالى بقى نشوف هنا هنعمل ايه. اعمل لي ديستريبيوشن للباور بوينت فوق وتحت. لما اعملها على الاوميجا تبقى اوميجا باور 2. لما تعمل روت 3 اي باور 2 هتطلع لك بنيجاتيف 3. طب تعالى هنا طبعا كده كده تبص بنيجاتيف ما فيهاش مشكله لان انت باور 2 فاحنا مش موجوده انت بتعمل دوت على طول. برضه هنا باور 2 على الكلام دوت هيطلع لك بنيجاتيف 3. وباور 2 هنا هتطلع لك باوميجا باور كام؟ اوميجا باور 4. عايز نعمل دوت بلس اعمل اس ام فاي الاول. في اس ام فاي ما فيش بس غير في دي. لقيت اوميجا باور 4 شلت اول حاجه ليها هكتبه 3 اللي هي 3. فادتني اوميجا. زي ما عملت من شويه اعمل بلس ازاي والدينومينيتورز اساسا ديفرنت بروح اعملهم تايمز بعض الاول اهو نيجاتيف 3 تايمز اوميجا يبقى نيجاتيف 3 اوميجا وتروح تعمل لي كروس كير اوميجا تايمز اوميجا سكوير واوميجا باور 3 نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 ب 9 كده زي ما انت شايف انا عرفت اعمل بلس لما عملت الدينومينيتورز تايمز بعض. طيب احنا فاكرين او عارفين ان اوميجا باور 3 كام؟ 1 فدي اكنها 1 بلس 9 اللي هي 10 اوفر نيجاتيف 3 اوميجا. ما اعتقدش ان في مشكله لو خدت نيجاتيف دي طلعتها ب 2. فهتبقى نيجاتيف 10 اوفر 3 اوميجا باور 2 هتلاقي دوت اللي هو ايه؟ اللي هو عاوزه في السؤال بالظبط. تعالى نشوف السؤال اللي بعده برضه بيقول لي بروف ذات ان 4 بلس 4 اوميجا بلس اوميجا سكوير اوفر 4 بلس 3 اوميجا بلس 2 اوميجا سكوير بلس 4 بلس اوميجا بلس 2 اوميجا سكوير اوفر 4 بلس 2 اوميجا بلس 3 اوميجا سكوير بروف ذات ان الكلام دوت بكام؟ ب 3. بص بقى معايا هنا عشان نعرف نحل السؤال دوت. اولا في حاجه انا لاحظتها هنا اللي هي ايه؟ بص هنا في ايه؟ هنا في 4 وهنا في 4 هنا في 2 هنا في 2 هنا في 3. طب تعالى هنا 4 4 في 2 في 2 هنا في 1 هنا في 3. المهم ان في حاجتين فوق زيهم تحت صح؟ ونفس الكلام هنا في 4 وهنا في 4 وهنا في 2 وهنا في 2.
نعمل ايه؟ بص بقى معايا كويس، او قبل ما نعمل ايه بس تعالى الاول عايزك ترجع للرول لو ده كان خلي بيها كمان شويه. بص معايا كده في الرول ديت الايه؟ ده نفس اللي انا كنت بقوله لك حالا. هنا في ايه؟ هنا في ايه؟ هنا في بي، هنا في بي. هنا في ايه؟ هنا في ايه؟ هنا في بي، هنا في بي. بص انا عملت ايه؟ الايه جنبها اوميجا نزلها زي ما هي. الحاجه اللي هي ما فيش جنبها حاجه اللي هي البي، حط لي جنبها اوميجا باور 3. هي مش اوميجا باور 3 اصلا ب 1، يبقى انا لو زودتها من عندي مش هتفرق معايا في حاجه، قمت حاطط اوميجا باور 3. بعد كده روح خد لي من هنا اوميجا هايست كوم فاكتور. اخدت اوميجا هايست كوم فاكتور، ايه ده البلد من هنا؟ يبقى لي ايه؟ وده البلد من هنا؟ بي اوميجا سكوير. مش ده هو هو اللي تحت؟ يبقى ايه اللي هيطلع لي في الاخر؟ هيطلع لي اوميجا. لو مش فاهم قوي السؤال ده زيها بالظبط. هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا بي، هنا بي. في واحده جنبها اوميجا سكوير وواحده ما فيش جنبها حاجه. اللي ما فيش جنبها حاجه من حقي ان انا احط جنبها اوميجا باور 3 لان هي كده كده بواحد. لقيت هنا ان في هايست كومن فاكتور اللي هو اوميجا باور 2. خد بالك لما خدت اوميجا باور 2 من هنا اتبقى لي اوميجا او ايه اوميجا، ومن هنا اتبقى لي بي بس. لقيت دوت زي اللي تحت، لقيت اللي اتبقى لي في الاخر اوميجا سكوير. هنستفاد من دوت ايه؟ تعالى نشوف احنا هنحل السؤال اللي احنا كنا بنحله دلوقتي. اللي هو السؤال تقريبا ده على ده خلاص خلصنا. اللي هو السؤال ده بص هنا معايا، ده السؤال نفسه صح؟ 4 بلس 2 اوميجا بلس اوميجا سكوير. نقلنا السؤال ما عملناش حاجه. بص بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هنا اولا اساسا احنا ممكن كمان نختصر. بص هنا تعالى نختصر الاول قبل الايه اللي انا بقول لك عليها ده. هنا في ايه؟ 4 وفي 2 اوميجا وفي اوميجا سكوير. بص بقى معايا كويس قبل كمان ما نستخدم الرول اللي انا قلت لك عليها دلوقتي. ممكن اختصر هنا ازاي؟ بص على التابوله هنا 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير. الكلام ده بكام؟ ب 0. طيب مش في هنا اوميجا سكوير؟ خدها وخد دي او قسم دي كده لاوميجا واوميجا. وهنا ال 4 دي قسمها لي ل 3 و 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك اوميجا سكوير واحده، محتاجه كمان اوميجا واحده ومحتاجه 1 عشان يروحوا مع بعض ويدوني كام؟ يدوني 0. تعالى نعمل كده. انا شلت اوميجا سكوير، هشيل معاها اوميجا واحده بس من هنا فيبقى لي اوميجا، وهشيل 1 من ال 4 فيبقى لي كام؟ يبقى لي 3. ادي اول حاجه عملتها. طب هنا عملنا في نفس الحركه. هنا في اوميجا، محتاجه اوميجا باور 2 واحده بس، ومحتاجه 1 من ال 4 ديت، فهنا يبقى لي 3، وهنا يبقى لي اوميجا باور 2 واحده. بص كده شلت واحده اوميجا، واحده اوميجا سكوير و1، فبقى لي ايه؟ يبقى لي 3، وبقى لي هنا ايه؟ اوميجا سكوير. ده بالنسبه للي عملته فوق. طب تعالى نعمله برضه تحت. في 2 اوميجا سكوير، انا باخد على الصغير، تمام؟ محتاجه من هنا 2 اوميجا، يبقى لك اوميجا واحده. ومحتاجه من هنا 2، لما دي عباره عن 2 2. طيب هنا يبقى لي اوميجا واحده ويبقى لي 2، فعشان كده كتبت لك 2 بلس اوميجا، كمان مره، دي 2 اوميجا سكوير. لو انا عملت لك بص كده 2 اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا بلس 2، مش الكلام ده بزيرو؟ فانا بحاول اكنسل على قد ما اقدر. لقيت 2 اوميجا سكوير، اخد معاها 2 اوميجا، فيبقى لي اوميجا واحده اللي هي دي. وخد من ال 4 2 فيبقى لك 2، عشان كده كده 2 بلس اوميجا، عشان دول يروحوا مع بعض ويدوني زيرو. طب تاني تعال نعملها تاني على الجزء الايه؟ اللي تحت هنا دوت. هنا في 2 اوميجا، محتاجه 2 يبقى كاتب هنا 2 يبقى لي 2، ومحتاجه 2 اوميجا سكوير يبقى لي اوميجا سكوير واحده بس، زي ما انت شايف كده اللي هو 2 بلس اوميجا سكوير. ده اللي احنا عملناه هنا الاول. طيب دي بلس عادي، بنعمل بلس ازاي؟ هات الكومن دينومينيتور. يعني ايه؟ اعمل دول تايمز لبعض. بص معايا واحده واحده. 2 تايمز 2 ب 4. 2 تايمز اوميجا سكوير ب 2 اوميجا سكوير. اوميجا تايمز 2 ب 2 اوميجا. طب اوميجا تايمز اوميجا سكوير باوميجا باور كام؟ اوميجا باور 3. يبقى ده اللي انا عملته الاول، عملت اللي تحت تايمز لبعض. ابدا اعمل لي كروس مالتيبيكيشن. ده تايمز ده. برضه بقى ركز معايا. 2 تايمز 3 ب 6. 2 تايمز اوميجا ب 2 اوميجا. اوميجا سكوير تايمز 3 ب 3 اوميجا سكوير. اوميجا سكوير تايمز اوميجا باوميجا باور 3. في بلس في النص تنزل وتروح تعمل لي ده تايمز ده. 2 تايمز 3 ب 6. 2 تايمز اوميجا سكوير ب 2 اوميجا سكوير. اوميجا تايمز 3 ب 3 اوميجا. اوميجا تايمز اوميجا باور 2 باوميجا باور 3. يبقى انا كده ببدا اعمل بلس بنفس الطريقه القديمه اللي انت عارفها.
نحاول نعمل سيمبليفاي للكلام ده. بص كده معايا. اولا بالنسبه للتحت، بص معايا كويس. في هنا طبعا دي كده كده اكنها بوينت، صح؟ لان هو ممكن يبقى 3 1 1 و4 ب 5 اهي، دي اول حاجه. 2 اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا تديك نيجاتيف الثالثه، يعني نيجاتيف 2 اهي. ده بالنسبه للتحت. تعالى فوق ناخد الاول الارقام مع بعض. هنا في 6 وهنا في 6 يدوني 12. هنا في اوميجا باور 3 اكنها 1 وفي اوميجا باور 3 اكنها 1، يبقى 6 و6 12 و1 و1 يبقى 14 اللي هي المطلوبة. بص بقى كده معايا على الباقي. 2 اوميجا و 3 اوميجا اللي هم 5 اوميجا. 3 اوميجا باور 2 و 2 اوميجا باور 2 اللي هي 5 اوميجا باور 2. مش دول كده يديني النيجاتيف الثالثة اللي هي نيجاتيف 5 اللي هي مكتوبة في ايه؟ مكتوبة هنا. بسرعة كده كمان مرة، دي 1 و 4 5 اهي. دول مع بعض هيديني نيجاتيف 2 اهي اهو. تعالى فوق خد الارقام مع بعض. اوميجا باور 3 دي رقم، اوميجا باور 3 وهنا في 6 وهنا في 6. السم بتاع اللي عندك اهو سيركل دول هيديك 14. اما الباقي فانا عندي 2 اوميجا و 3 اوميجا اللي هي 5 اوميجا بلس 3 اوميجا باور 2 و 2 اوميجا باور 2 و 5 اوميجا باور 2. الكلام دوت هيديك برضه نيجاتيف الحاجه الثالثه اللي هي نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 5. تبدا تحسب دوت تطلع لك بكام؟ تطلع لك ب 3 زي ما هو عايز. احنا لسه برضه ما استخدمناش الرول اللي هي بتاعت الاي والبي دي، لسه هنستخدمها في سؤال تاني. ده كده حلنا الطريقه العاديه زي ما قلت لك. ببدا احاول اختصر ازاي. عندك اوميجا سكوير محتاج لها اوميجا واحده ومحتاج لها رقم، دول مع بعض زيرو، فهنا يبقى لي اوميجا وهنا يبقى لي 3 اللي هم مكتوبين هنا، وهكذا نفس الطريقه في الباقي كله. بالنسبه للسبميشن وركز معايا كويس قوي. في الاي لو تفتكر كنت بقول لك اي باور 1 بلس اي باور 2 بلس اي باور 3 بلس اي باور 4 بزيرو، كل اربعه ورا بعض بيكنسلوا بعض. ليه؟ بص كده معايا، فكر كده معايا كويس. اي بلس اي باور 2 بلس اي باور 3 بلس اي باور 4 كان كل اربعه ورا بعض بيديني زيرو. ازاي؟ دي باي زي ما هي، دي نيجاتيف 1 ودي نيجاتيف اي ودي كانت 1. فطبعا بمنتهى البساطه لو تفتكر هنا طبعا نيجاتيف 1 مع 1 وهنا نيجاتيف اي مع اي، فالكلام ده كله على بعضه كام؟ بزيرو. نفس الكلام في الاوميجا. لما اقول لك اوميجا بلس اوميجا باور 2 بلس اوميجا باور 3 عرفت على طول ان الكلام ده بزيرو. لو عايز تشوف البروف بتاعها فانت عندك دي عباره عن ايه؟ نيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2 اي، ودي عباره عن ايه؟ نيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2 اي، واوميجا باور 3 عباره عن 1. طب ما ده هيكنسل مع ده، نيجاتيف هاف ونيجاتيف هاف بنيجاتيف 1 مع ال 1 هيديني في الاخر 0. فلازم تعرف في الاوميجا السم بتاع كل ثلاثه ورا بعض، يعني اي اوميجا باور 1 اوميجا باور 2 اوميجا باور 3 بزيرو، 4 5 6 بزيرو، 7 8 9 بزيرو، زي في الاي بس الاي من كل اربعه. طيب بص معايا هنا بقى، لما جيت لك سبميشن بقول لك الار من 0 ل 10 ل 1 بلس اوميجا باور ار بلس اوميجا باور 2 ار. روح قسم لي السبميشن ده الاول، يعني قسمه لي على كل واحده. ده كده انت ممكن تحسبه على كالكوليتر، تعمل عدد السبميشن من 0 ل 10 لل 1 لان ده الكونستنت اللي هي هتطلع لك ب 11. تطلع ب 11 ازاي؟ دي معناها ان انا بقول لك شيل الار وقت مكانها 0، مفيش ار اصلا هتفضل 1. شيل الار وقت مكانها 1، مفيش. شيل الار وقت مكانها 2، شيل الار وقت مكانها 3، شيل الار لغايه ما تشيل الار وقت مكانها 10. لو عملتهم بلس هيدولك 11 اللي هي دي. او زي ما قلت لك ممكن تعملها على الكالكوليتر على طول بالنسبه للجزء ده. طب تعالى معايا في الجزء ده. هنا دي اوميجا المفروض انها تشيل الباور هو ار مره وقت مكانه 0 1 2 3 لغايه 10. طب تعالى نكنسل كده الحاجات اللي اتفقنا عليها مع بعض. يعني ايه؟ مش احنا اتفقنا اوميجا باور 1 و2 و3 بيروحوا مع بعض؟ بص انا هعملها دي بالتفصيل لمره واحده، وبعد كده انت هتعرفها على طول لوحدها. يعني ايه؟ دي كده جزء دوت. لما نيجي نحلها او نحسبها دي اكنها اوميجا باور 0 بلس اوميجا باور 1 بلس اوميجا باور 2 بلس اوميجا باور 3 بلس اوميجا باور 4 بلس اوميجا باور 5 بلس اوميجا باور 6 لغايه اوميجا باور 10 اللي هي فوق دي.
سيب اللي هي اوبن او زيرو دلوقتي ايه جاري؟ حكم الاول 1 2 3 يكنسلوا بعض. 4 5 6 يكنسلوا بعض. 7 و 8 و 9 يكنسلوا بعض. كده يبقى لي اوميجا باور 10 واوميجا باور 0. اللي هم دول. تعالى هنا. طب ما برضه من 0 ل 10 مش هتفرق حتى لو تو ار. برضه 1 و 2 و 3 هيكنسلوا بعض. 4 و 5 و 6 هيكنسلوا بعض. 7 و 8 و 9 هيكنسلوا بعض. فيبقى لك اوميجا باور 0 وهنا اوميجا باور 10 تايمز 2 اللي هي طلعت المرات هي هي لما تبقى معموله تايمز 2 او تايمز 3 مش هتفرق معاك في حاجه. هي هي بتبقى عامل عادي جدا. بس ايه اللي هيبقى لي؟ اوميجا هنسيبها واخر واحده مش هتلاقيها ما كنسلتش يبقى اوميجا باور شيل الار وحط مكانها 10 2 تايمز 10 يبقى اوميجا باور كام؟ باور 20. ده كده اللي بقى لي نحاول نعمله سبليفاي. طب دي اي حاجه باور 0 ب 1 اي حاجه باور 0 ب 1. طب اوميجا باور 10 شيل اقرب حاجه من 10 في تيبل 3 اللي هي 9 فيبقى لي اوميجا. اوميجا باور 20 شيل اقرب حاجه في تيبل 3 ل 20 هتلاقي 10 فيبقى لك اوميجا باور كام؟ باور 4 زي ما انت شايف كده 11 1 اوميجا 1 اوميجا باور كام؟ اوميجا باور 2. تعال كده بقى النمبرز مع بعض. بص معايا دول مع بعض كام؟ ب 12. الصفر بتاع الثلاثه دول مع بعض كام؟ ب 0 يبقى 12 بلس 0 اللي هي في الاخر بكام؟ ب 12. دي الفاليو بتاعت السبميشن اللي هو ايه؟ اللي هو عاوزه. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي بروف ذات ان 1 بلس 8 اوميجا بلس اوميجا سكوير اوفر 1 ماينس اوميجا بلس اوميجا سكوير ماينس 4 دوت ايكوالز بوستيف اور نيجاتيف روت 3 ار. نوصل لدوت ازاي؟ تعال امشي معايا كده واحده واحده. ده السؤال نفسه. بص هنا عملت ايه؟ انا نزلت لك الايه اوميجا زي ما هي. وشلت لك السم بتاع الاثنين دول مع بعض لانه ايكوال نيجاتيف الحاجه الثالثه اللي هو نيجاتيف اوميجا. ده بالنسبه لي اللي فوق. طيب خلينا في اللي فوق الاول. تعال هنا اول هتلاقي ايه اوميجا سكوير زي ما هي. وشلت لك الاثنين دول لان السم بتاعهم ايكوال نيجاتيف الثالثه اللي هو نيجاتيف اوميجا سكوير. فكده احنا فهمنا اللي فوق ده جه منين. شلت السم بتاع كل اثنين وكتبت ايكوال نيجاتيف الحاجه الثالثه بتاعتها. ده بالنسبه لفوق. طب تعالى لتحت. بص كده على ايه؟ هنا وهنا وهنا اوميجا سكوير دول ما فيهمش مشكله. انا عندي مشكله في اللي فيها نيجاتيف ديت مش بعرف احلها ولا فيها نيجاتيف. فممكن اشيل دي واكتب مكانها 1 بلس اوميجا سكوير. ازاي؟ هو مش شرط اوميجا سكوير بلس اوميجا ايكوال 0. لو انت وديت دي الناحيه الثانيه يبقى 1 بلس اوميجا سكوير بنيجاتيف اوميجا. فانا شلت النيجاتيف اوميجا وكتبت مكانها 1 بلس اوميجا سكوير. تعالى هنا نفس الكلام دول ما فيهمش مشكله. هتلاقي نزلتهم 1 بلس اوميجا نيجاتيف اوميجا سكوير من هنا لو وديتها الناحيه الثانيه يبقى لي 1 بلس اوميجا. يبقى الصم بتاع الاثنين ايكوال نيجاتيف الثالثه. وانا لو جبت لك نيجاتيف الثالثه تقول لي ايكوال الصم بتاع الاثنين الاولانيين. فلما كانت نيجاتيف اوميجا بقت 1 بلس اوميجا سكوير. لما كانت نيجاتيف اوميجا سكوير تقول لي 1 بلس اوميجا. كده بدانا نحاول نعمل سيمبليفاي شويه. تعالى نكمل برضه ازاي انت هتعمل سيمبليفاي اكتر. هنا كانت نيجاتيف 1 فنيجاتيف 1 اوميجا بلس 8 اوميجا ب 7 اوميجا. هنا برضه اكن في نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 اوميجا سكوير بلس 8 اوميجا سكوير ب 7 اوميجا سكوير. 1 1 2 اوميجا سكوير و 2 اوميجا سكوير ب 3 اوميجا سكوير. تعالى هنا 1 1 2 2 اوميجا بلس اوميجا ب 3 اوميجا. فكده بقت بسيطه اكتر عن المنظر اللي هو كان جايبه لي فين في الاول. نبدا نعمل ماينس ازاي؟ خد اللي تحت هينزل لتحت الاول. 2 تايمز 2 ب 4. 2 تايمز 3 اوميجا ب 6 اوميجا. نيجي هنا 3 اوميجا باور 2 تايمز 2 3 تايمز 2 6 يبقى 6 اوميجا باور 2. 3 تايمز 3 ب 9 اوميجا تايمز اوميجا سكوير تايمز اوميجا باوميجا ايه باور 3. بدات برضه احاول ان انا اعمل ماينس. طيب ده بالنسبه للي تحت. اللي فوق ده تايمز على طول. 2 تايمز 7 14 اوميجا. 3 تايمز 7 21 اوميجا تايمز اوميجا اوميجا سكوير. نيجي هنا 2 تايمز 7 14 اوميجا او اوميجا سكوير. نيجي هنا 3 تايمز 7 ب 21 اوميجا باور 2 تايمز اوميجا باور 2 واوميجا باور 4. والاكفاد النيجاتيف دوت عليهم عشان كده هم بالنيجاتيف. فاداني المنظر دوت. كمل بقيه السيمبليفاي بتاعك مجرد بس ان انا احاول اعمل سيمبليفاي بتاعك. تعالى نكمل مع بعض. بص هنا معايا دي نزلت ما فيهاش مشكله. دول زي بعض اوميجا سكوير اوميجا سكوير. ف 21 ناقص 14 هتديك 7 اوميجا سكوير.
هنا باور 4 شيل 3 من تيبل 3 يبقى لك ايه؟ اوميجا واحده بس. يبقى عندنا كتوت 1 ايه؟ اوميجا. تعالى تحت هنا دول مع بعض بنيجاتيف الثالثه يعني نيجاتيف 6 تبقى 4 ماينس 6. الاوميجا باور 3 1 يبقى بلس 9. برضه قدرت ان انا احاول اعمل سيمبلفاي اكتر. تعالى نكمل الكلام ده وبص كده معايا هنا في 14 اوميجا وفي نيجاتيف 21 اوميجا اللي هي نيجاتيف 7 اوميجا. و7 اوميجا سكوير نزلت زي ما هي. حسبت دول تلاقي هم كمان ب 7. في فوق 7 عايز يكون فرق ممكن اخدها بره. الباقي اوميجا سكوير ماينس اوميجا وفي تحت كده كده 7. ال 7 تروح مع ال 7 يبقى لي اوميجا سكوير ماينس اوميجا. واوميجا سكوير ماينس اوميجا انت عارف ان الصن او الديفرنس بتاع اوميجا سكوير والاوميجا بوزيتيف والنيجاتيف روت 3 اي ار زي ما هو عايز في البروف بالظبط. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي برضه بروف ذات ان الديفرنس او الماينس بتاع الاثنين دول باور 4 ب 9. تعالى نحاول نعمل سيمبلفاي. ده بقى اللي انا كنت بقول لك عليه. الرول بقى اللي كنت جايبها لك اللي هي هتكون كده. اي بلس بي وي بلس بي. واحده تبقى فيها اوميجا او اوميجا سكوير وواحده ما فيهاش حاجه خالص. بناخد اللي ما فيهاش ونحط جنبها اوميجا باور 3. دي الرول اللي انا كنت قلت لك عليها بس ما خدناش عليها سؤال ما خدناش سؤال تاني بالطريقه دي. ده اللي هنحله. بتاخد الحاجه طالما ده زي ده وده زي ده خد الحاجه اللي هي مثلا ما فيش جنبها اوميجا وحط لي جنبها اوميجا باور 3. لان اوميجا باور 3 كام؟ ب 1 فانا اقدر اعمل كده. سواء هنا كانت اوميجا او اوميجا باور 2 لو مش فاهم تعالى حلها. بص كده معايا انا فعلا لقيت هنا 5 وهنا 5 وهنا 3 وهنا 3 واحده جنبها اوميجا سكوير واحده ما فيش جنبها حاجه. قمت واخد اللي ما فيش جنبها حاجه وحاطط لك جنبها اوميجا باور 3. نفس الكلام هنا. هنا 2 هنا 2 هنا 7 هنا 7 هنا جنبها اوميجا ما فيش جنبها هنا حاجه. اللي ما فيش جنبها حاجه حط لي جنبها اوميجا باور كام؟ باور 3 لان اوميجا باور 3 1. وبعدين خد هاي سكوير فاكتور من فوق. هنا كده في هاي سكوير فاكتور اللي هو اوميجا باور 2 ناخده بره. لما اخد من هنا اوميجا باور 2 يبقى لي 5 ايه؟ 5 اوميجا. لما اخد من هنا اوميجا باور 2 يبقى لي نيجاتيف 3 عادي من غير حاجه. هنا في اوميجا بس هي اللي عايز تكون فاكتور تاخدها لي بره. لما اخد من هنا اوميجا يبقى لي 2 اوميجا سكوير. ولما اخد من هنا اوميجا يبقى لي نيجاتيف 7. وخلي بالك اللي تحت كده كده كتبته زي ما هو. لو لاحظت معايا هتلاقي ان ده هو ده. وهتلاقي ان ده هو ده. دايما بيطلعوا زي بعض. لما تلاقي المنظر اللي انا قلت لك عليه ده دايما لما تاخد هاي سكوير فاكتور يطلع لك اللي فوق زي ده. فكده كل اللي بقى لي هنا اوميجا سكوير. وكل اللي بقى لي هنا اوميجا، يعني الاجابه بتاعتي هتبقى اوميجا سكوير ماينس اوميجا اول باور كام؟ اول باور 4 المفروض. تمام؟ طيب هنا دي خطوة. طب اوميجا سكوير ماينس اوميجا المفروض ان هي بوستيف اور نيجاتيف روت 3 ار. الكلام ده باور كام؟ باور 4 يبقى صلح كده ليه؟ حلو قوي. انت المفروض تحسب ديت فهتطلع لي 9. طب احسبها ازاي؟ ولا كنت احسبها دماغك ان روت 3 باور 4 ب 9 واي باور 4 كده كده ب 1. طب انا هحسبها على كالكوليتر. لو انت خليتها في شكل كومبلكس اللي هي مود كومبلكس يعني وجيت دخلت فيها الكالكوليتر اللي هي كومبلكس قوي امال اعملها ايه؟ الكالكوليتر في الاي ما بتفهمش اكتر من اي باور 3 فانا ممكن اشيل 4 ديت واعمل لك باور 2 وول باور 2. يعني ايه؟ يعني اول اعمل لي باور 2 بس وطلع الايكوال والايكوال يرفع اعمل لي باور 2 تاني هتزيد ب 9 ديت على طول. يبقى لما تلاقي باور كبير في الاي اكتر من 3 لازم تقسمها فالفور خليها باور 2 بعد كده اعمل باور 2 دي لايت على هتدي لك كام؟ هتدي لك 9. يبقى اول لما تلاقي الرقم ده زي ده وده زي ده خد اللي فاضي وحط لي جنبيه اوميجا باور 3 وشوف هتطلع معاك ولا لا. تعال نشوف سؤال تاني. طبعا زمان لو جيت قلت لك ان اكس باور 3 ايكوالز 8 فهتقول لي هجيب الاكس ازاي؟ كيوب روت 8 كيوب روت للـ A اللي هي هتطلع لـ 2. الكلام ده كان سليم زمان قبل ما تاخد مين؟ الكومبلكس نمبرز. لكن دلوقتي طالما في باور 3 انا لازم اطلع ثلاث اجابات، لازم اطلع 3 روتس للـ 8. يبقى الكلام ده مش مظبوط. طب دي حلها ازاي؟ لما اقول لك اكس باور 3 ايكوالز 8 في طريقه سهله جدا. قول له ان الاكس ديت او الـ 8 ديت بص كده اكس باور 3 اعتبرها ان هي تايمز 1 هي مش ايه تايمز 1 هي 8. فلما تيجي تجيب الاكس هتعمل الكيوب روت دوت وتعمل الكيوب روت لمين؟ لل 1 هو كمان زي ما انا عملنا كده كده. طب كيوب روت ال 8 الطريقه العاديه اللي انت عارفها ان هي بكام؟ ان هي ب 2 صح؟
طب كيوب روت ال 1 مش كيوب روت ال 1 دوت احنا لسه جايبينها في اول سيشن ان هي يا اما 1 يا اما اوميجا يا اما اوميجا سكوير. فاقول له ان الاكس هنا يا اما 2 تايمز 1 يا اما 2 تايمز اوميجا يا اما 2 تايمز اوميجا سكوير. دي كده الفاليو بتاعها ان كيوب روت ال 8 ماشي ب 2. طب كيوب روت ال 1 يا 1 يا اوميجا يا اوميجا باور 2. ده معناه ان السوشيال سيت بتاعك هيطلع يا اما 2 تايمز 1 اللي هي 2 يا اما 2 تايمز اوميجا اللي هي 2 اوميجا يا اما 2 تايمز اوميجا سكوير اللي هي ايه؟ 2 اوميجا سكوير. ده كده بالنسبه للسوشيال سيت بتاعك انت. يبقى طالما جبت لك الاكس باور 3 يبقى لازم يكون ليها كام فاليو؟ لازم يكون ليها 3 فاليوز. تعملها لي بالطريقه اللي انا عملتها. تعال نشوف اللي بعده. قول لي فاين ذا كونجيجيت اوف ذا نمبر 2 اوميجا 3 اوميجا سكوير. كونجيجيت كل اللي بتعمله بدل الاوميجا بالاوميجا سكوير والاوميجا سكوير بالاوميجا. يعني كونجيجيت هنا بدل ما يبقى 2 اوميجا بلس 3 اوميجا سكوير هيبقى 2 اوميجا سكوير بلس ايه؟ 3 اوميجا. تعالى اللي بعده. بيقول لي اكزاكت ذا كومبلكس نمبر. Then find the sum of the roots of the equation دي. حلو ده كومبلكس. انا عايز السم بتاع الروتس. ايه ده؟ هما كام روت اصلا؟ ما هي هو 3 يبقى كام روت؟ يبقى 3. طيب تعالى بقى نشوف كده مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه ده هيبقى طبعا ده سنس تمام؟ هقول له ان انا هعمل كيوب روت ال1 طالما عايز اشيل باور 3 هعمل كيوب روت ال1. معناها كيوب روت ال1 ان ممكن هي تكون 1 وممكن يكون اوميجا وممكن يكون اوميجا سكوير. صح كده؟ تمام. خدنا ديت لما اعمل كيوب روت ال1 يا اما 1 يا اما اوميجا يا اما اوميجا سكوير. طيب وادي هنا تكون الناحيه الثانيه يبقى زد 3. وادي تكون الناحيه الثانيه يبقى زد اوميجا بلس 2. وادي تكون الناحيه الثانيه يبقى زد اوميجا باور 2 بلس 2. كده هي دي الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الزد او الروتس بتاعت الزد. جبتهم كلهم. طب انا عايز في الاخر عايز الصم. يعني انا عايز اعمل ده بلس ده بلس ده. تعالى كده نعملهم بلس. تعالى كده في 3 وفي 2 وفي 2. 3 و2 و2 يعني 7 وفي اوميجا اوميجا سكوير. طب ما دول مع بعض بنيجاتيف التالت يعني نيجاتيف 1 فهتبقى 7 ماينس 1 اللي هي ايكوالز كام؟ ايكوالز 6. ده بالنسبه للسؤال ده. هنا بيقول لي لو ال1 والاوميجا والاوميجا سكوير ار ذا كيوبيك روتس اوف 1 دي اكيد احنا عارفينها. بيقول لي فايند السم بتاع اللي انت شايفه ده وكلها زي ما انت شايف فيها ايه وبي وسي والكلام ده. طيب بص كده معايا على نفس اللي انا قلتها لك من شويه. لو في ايه؟ بلس او ماينس طبعا بي ونفس الكلام في بي تحت. في واحده فيهم اوميجا وفي واحده ما فيهاش احط جنبها اوميجا باور 3. طب في واحده فيهم اوميجا باور 2 وواحده ما فيهاش برضه احط جنبها اوميجا باور كام؟ 3. ده اللي انا هعمله لك. بص كده A B C هنا A B C تعالى فوق هنا برضه A B C وهنا A B C. تعالى جنب اللي ما فيهاش اللي هي وحط جنبها اوميجا باور 3 زي ما انت شايف كده. هنا في مشكله. لو جيت حطيت جنب ليه اوميجا باور 3 مش هتطلع معايا، مش هتطلع معاك الجزء اللي تحت. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ ما انت المفروض تبص فوق لو نفعت تمام ما نفعتش تبص تحت. طب ما تحت برضه في واحده فاضيه. فبرضه لو ما نفعتش معاك هنا تقوم حاطط الاوميجا باور 3 مع الفاضيه اللي تحت. فانا كنت حاطط اوميجا باور 3 مع الفاضيه اللي تحت. لان انت لو جربت من فوق مش هتطلع معايا. تعالى هنا. هنا فوق في اوميجا هايس هوم فاكتور. ناخد اوميجا هايس هوم فاكتور. يتبقى لك من هنا اي اوميجا باور 2، يتبقى لك من هنا بي، يتبقى لك من هنا سي اوميجا بس. اللي تحت اتكتب زي ما هو. هنا ما كتبتش فوق حاجه لان قلت لك مش هتطلع معايا. فكتبت جنب الفاضيه اللي تحت. ولو ما نفعتش فوق جرب تحت. فكتبت هنا اوميجا باور 3 لان هي كده كده ب 1. خدت الاوميجا هايس هوم فاكتور اللي فوق طبعا اتكتب زي ما هو. يتبقى لي من هنا سي اوميجا باور 2 ومن هنا اي ومن هنا بي اوميجا بس. لو ركزت باللي انا عملته دوت هتلاقي اللي فوق اهو بص كده هو بالظبط. هتلاقي برضه هنا السي ده هو ده وده هو ده وده هو ده فكل ده بيتكنسل معانا. ايه اللي بقى لي هنا؟ اوميجا فوق. وايه اللي بقى لي هنا؟ اوميجا تحت. يعني اوميجا بلس 1 اوفر اوميجا. طب 1 اوفر اوميجا خدناها في الروز في الاول بكام؟ باوميجا سكوير. يعني اوميجا بلس اوميجا سكوير. الصم بتاع اي اثنين بيديك نيجاتيف الثالثه. يبقى اوميجا بس اوميجا سكوير هتطلع بكام؟ بنيجاتيف 1. ده بالنسبه ل 62. يبقى الصم العام بتاع كل ده في الاخر طلع بكام؟ بنيجاتيف 1. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا فايند
A plus B omega plus A omega square times A plus B omega square plus A omega power 4. تعال مع بعض بالراحة كده نشوف هنتعامل مع الشكل دوت ازاي. بمنتهى البساطة بص ده وده مش الاثنين دول جنبهم ايه؟ تعالى هنا كده ده وده دول جنبهم ايه؟ ودي اساسا اكنها اوميجا لانها شيل منها شيل. طيب السطر بتاع حاجتين مش يديك نيجاتيف التالتة؟ يعني لو اوميجا لو 1 بلس اوميجا سكوير نيجاتيف اوميجا. طب لو 2 بلس اوميجا سكوير نيجاتيف 2. طب لو 3 بلس 3 اوميجا سكوير نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3 اوميجا يعني. يعني بص كده اهي على جنب 1 بلس اوميجا سكوير بنيجاتيف اوميجا. 2 بلس 2 اوميجا سكوير بنيجاتيف 2 اوميجا. b بلس b اوميجا سكوير بنيجاتيف b اوميجا. a بلس a اوميجا سكوير بنيجاتيف a اوميجا. وده اللي موجود عندي هنا. a بلس a اوميجا سكوير اللي هي هتديني بنيجاتيف a اوميجا. وطبعا ال b اوميجا نزل زي ما طب نفس الكلام هنا. بص كده معايا دي فيها ايه ودي فيها ايه؟ صح؟ احنا لو عملنا سمبايلر عملتها على طول. فدي كده عباره عن انها اوميجا باور 1 مش طبيعي. تمام؟ فا ايه وايه اوميجا يديك نيجاتيف الثالثه اللي هي نيجاتيف ايه اوميجا باور 1. اما ده فنزل زي ما هو. تاني بص هنا كده دي اكنها ايه اوميجا ايه اللي هي دي بلس ايه اوميجا. فدوت دي نيجاتيف الثالثه يعني نيجاتيف ايه اوميجا باور 1 اللي هي وده نزل زي ما هو زي ما انت شايف كده. هحاول اعمل سيمبليفاي فاكر الحاجات اللي فوق ايه مع بعض والحاجات اللي فوق ايه مع بعض يعني. طب ما الاثنين دول لو زي ما انت شايف كده الاثنين فيهم اوميجا ممكن ناخدها على اسمهم فاكتور. لما اخد من هنا اوميجا يبقى ادي بي منزلين. طب ما الاثنين دول فيهم اوميجا باور 2 ممكن ناخدها على اسمهم فاكتور يبقى ادي بي منزلين. اوميجا تايمز اوميجا باور 2 باوميجا باور 3. بي ماينس اي تايمز بي ماينس اي ببي ماينس اي وول باور 2. اوميجا باور 3 كده كده 1 فيبقى ادي بي ماينس اي وول باور 2 من غير اي اوميجا خالص ودوت في الاخر الفاي او الريزلت بتاع التايمز بتاعه اللي هو بي ماينس اي وول باور 2. تعال نشوف اللي بعده بيقول لي فايند سمشن ده زي بتاع السمشن اللي فات من 0 ل 6 ل 1 بلس اوميجا وول باور 1. فالسمشن تقسمها لي الاول يعني خليها لي كده. بص كده معايا سمشن الحاجه الاولانيه بلس سمشن الحاجه الثانيه. هنا شيل الار في مكانها مره 0 مره 1 مره 2 مره 3 مره 4 مره 5 مره 6 فهتطلع في الاخر بسلم او اعملها على التكويت على طول يبقى اول واحده هتطلع لي صفر. طب تعالى هنا انت عندك المفروض الخطوات بتاعتك اعملها لك بقى اوميجا باور 0 بس اوميجا باور 1 اوميجا باور 2 اوميجا باور 3 اوميجا باور 4 اوميجا باور 5 اوميجا باور 6 لان من 0 ل 6 مش احنا قلنا كل 3 و 4 بيكنسلوا بعض كنسل دول ودول ورا بعض ثلاثه برضه كنسل دول يبقى ايه اللي هيبقى لي؟ اوميجا باور 0 بس ومن دي طالعه في 7 اوميجا باور 0 او اي حاجه باور 0 ب 1 يبقى 7 بلس 1 اللي هي تطلع بكام؟ ب 8 ده بالنسبه ل 64. هنا عايزين كونجيجيت سؤال عادي ومتكرر كونجيجيت على طول اوميجا تبقى اوميجا باور 2 يبقى بدل ما تبقى 1 بلس اوميجا يبقى 1 بلس ايه؟ اوميجا باور 2. تعالى اللي بعده بص كده معايا هنا ايه هنا ايه هنا بي هنا بي الرول اللي كنت بقول لك عليها الحاجه الفاضيه نحط جنبها ايه اوميجا باور 3 اول ما تلاقي ده زي ده ده زي ده الحاجه الفاضيه حطيه جنبها اوميجا باور 3 ده بالنسبه للجزء الاولاني سيبك من الجزء الثاني دلوقتي خلينا هنا خد من هنا اوميجا هاي سمول فاكتور خدت الاوميجا هاي سمول فاكتور يبقى لي ايه اوميجا باور 2 يبقى لي البي اللي تحت نزله زي ما هو هلاقي ان ده هو هو ده فكده ايه اللي هيبقى لي من هنا؟ اوميجا وطبعا ماينس اوميجا باور 2 هتنزل زي ما هي عايز يبقى اوميجا ماينس اوميجا باور 2 مش ده كده الديفرنس ما بين اوميجا واوميجا باور 2 اللي هو بوستر والنيجاتيف روت 3 ار على طول طلعت له الايه؟ الفاليو. تعال نشوف اللي بعده بيقول لي لو الزد 1 بلس اوميجا اوفر 1 ماينس اي اول باور 2 plus 1 minus omega over 1 plus i with power 2. Find the modulus جزء اللي بتاع المرة اللي فاتت with principal amplitude the mean the number z. أولا أي حاجة فيها i أنت طبعا ممكن تعمل اللي بتاعها دوت بالستبس أو أحسن لك أعمله على الكالكتور على طول. يعني ده خلينا نطلع الكالكتور.
دخلي 1 ماينس اي اول باور 2 هتطلع لك بنيجاتيف 2 اي. دخلي 1 بلس اي اول باور 2 بس خليها على الكومبلكس الاول هتطلع لك ب 2 اي. اللي فوق نزل زي ما هو. طيب انا عايز اعمل بلس، طب هل هنا الدينومينيتورز زي بعض ولا ديفرنت؟ هما شبه بعض بس فيهم حاجه صغيره متغيره، ان دوت 2 اي ودوت نيجاتيف 2 اي. طب احنا ممكن نخليهم زي بعض بسهوله، ان انا اخد النيجاتيف ديت واطلعها فوق، فدي لما اطلع النيجاتيف فوق يبقى نيجاتيف 1 ماينس اوميجا، ودي 2 اي نزل زي ما هي والباقي نزل كله زي ما هو. خلي بالك طالما الدينومينيتورز زي بعض مش بنحتاج نعملهم تايمز بعض، يعني طالما الدينومينيتور هنا هو هو هنا ينزل مره واحده بس، وتعملي بقى بلس اللي فوق عادي جدا، ده بلس ده اهو، ده كده بلس دوت زي ما انا كاتبهولك نيجاتيف 1 ماينس اوميجا بلس 1 ماينس اوميجا. وطالما الدينومينيتور هو هو يتكتب مره واحده ومش عاملهم تايمز، انا بعملهم تايمز لما يكون الدينومينيتورز ديفرنت. تعال نتكلم نيجاتيف 1 و1 هيروحوا مع بعض، نيجاتيف اوميجا ونيجاتيف اوميجا لنيجاتيف 2 اوميجا اوفر 2 اي. طب بص معايا هكنسلك ال 2 مع 2 يبقى اي نيجاتيف اوميجا اوفر اي. ازاي الاي بقى تطلع فوق كده؟ بص معايا نيجاتيف اوميجا اوفر اي اكنها نيجاتيف اوميجا اي باور نيجاتيف 1. انا ما بخليش اي اي عندي الباور بتاع نيجاتيف، فتشوف دي اقرب حاجه ليها في تيبل 4 اللي هو 4، فاعمل لي الباور دوت بلس 4 فهتديني نيجاتيف اوميجا اي باور 3. الاي باور 3 دي اساسا بنيجاتيف اي، يعني نيجاتيف اوميجا تايمز نيجاتيف اي، نيجاتيف تايمز نيجاتيف هتديني بوزيتيف، فهيبقى لي اوميجا ايه؟ اوميجا اي اللي انا كاتبها لك هنا ديت. يبقى دي كده الستبس بتاعتي. بص بقى طبعا في حاجه احنا لسه ما خلصناش، لان انا مش عايز بس الفاليو، بص هنا ده انا عايز المودلس وعايز مين الامبلتيود، فلازم نكمل طبعا. هنكمل ازاي؟ لازم يكون عندي الفاليو بتاعت الاوميجا، مش الاوميجا بنيجاتيف هاف بس روت 3 اوفر 2 اي، دي كده اللي هي الاوميجا نفسها صح؟ عشان بس لسه ما طلعناش مين المودلس والامبلتيود. ادي الاوميجا شلت المكان شلتها وحطيت الفاليو ده كلها. طب الاي نزل زي ما هي. ابدا خلي الاي هو، بص كده معايا لما اعمل الاي تايمز نيجاتيف هاف اهي بنيجاتيف هاف اهو. اه بص دي تايمز اي اهي. طب لما اعمل اي تايمز اي باي باور 2 والاي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1 فهتغير لي الساين بتاع الدوت، عشان كده كتبت لك نيجاتيف روت 3 اوفر 2. يبقى لما عملت اي تايمز نيجاتيف هاف نزل زي ما هي. هنا اي تايمز دوت اي تايمز اي باي باور 2 ودوت برضه نزل زي ما هو، بس اي تايمز اي باي باور 2 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1 فغيرت الساين. كده ده الزد بتاعي اللي هو كان كومبلكس نمبر، يعني جزء ليه وجزء ايه؟ المشهد. فاكر لما كنت ببقى عايز المودلس والامبلتيود كنت بعمل ايه؟ شيفت بلس ان هي في كل الفور، طبعا بنرجع لي الكالكوليتر الاول للسيستم بتاعنا هو هسيبها على كومبلكس، واعمل شيفت بلس هيكتب لك ايه؟ بولي، اختصار لكلمه بولر. دخل لي جزء ليه كومن، دخل لي جزء المشهد ودوس سيكوال. هيطلع لك الار وهيطلع لك السيتا، هم دول المودلس والامبلتيود. فالار طلعت كام؟ طلعت 1 والامبلتيود او اللي هو الانجل طلع بنيجاتيف 150 ديجريز. اللي بعده بيقول لي بروف ذات ان 1 اوفر 3 ماينس 2 اوميجا بلس 2 اوميجا سكوير بلس 1 اوفر 3 بلس 2 اوميجا ماينس 2 اوميجا سكوير. الكلام ده بكام؟ ب 2 اوفر 7. نزل دوت ازاي؟ تعالى ننزل السؤال ونشوف هنعمل ايه. ادي السؤال نفسه لسه ما غيرناش فيه اي حاجه. بص كده معايا كويس. انا عندي كذا طريقه بس انا دايما ما بحبش ان يبقى فيه نيجاتيف. دي اكتر حاجه ايه بتلخبط. فانا هنزل لك بشيء اهي زي ما وال2 اوميجا سكوير اهي. دي نيجاتيف اعتبرها نيجاتيف الثالثه. ايكوال لمين؟ ايكوال للصم بتاع الاثنين التانيين. طب نيجاتيف 2 اوميجا يبقى ايه اللي هتبقى الصم بتاع الاثنين التانيين؟ 2 و2 اوميجا سكوير. فشلت الحاجه اللي فيها نيجاتيف وكتبت مكانها 2 بلس 2 اوميجا سكوير. تعالى هنا دول نزلوا عادي. مشكلتي في النيجاتيف. اشيل دي كده نيجاتيف الثالثه، شيلها واكتب الصم بتاع الاثنين التانيين اللي هو 2 بلس 2 ايه؟ اوميجا زي ما انت شايف كده. فكده ما خدتلكش فيه اي ماينس في السؤال. كده خليتهم كلهم بلس، فكده طبعا الشكل احلى بكتير. بص بقى معايا كده في الاجابه هتفاصيل لك ازاي. اولا هنا طبعا اول حاجه 3 2 5 عادي ما عملتش حاجه لسه. 2 اوميجا سكوير 2 اوميجا سكوير 4 اوميجا سكوير. هنا 3 2 5 عادي برضه. 2 اوميجا و2 اوميجا ب 4 اوميجا. يبقى انا كل اللي عملته لك عملت لك بس بلس، مفيش اي حاجه. طب ما دول عملوهم بلس كفراكشنز
والديناميتورز ديفرنت تبدا تعملهم لي تايمز لبعض. امشي معايا واحده واحده. 5 تايمز 5 ب 25. 5 تايمز 4 اوميجا ب 20 اوميجا. 4 اوميجا سكوير خلصنا بقى 5 نروح على دي. 4 اوميجا سكوير تايمز 5 4 تايمز 5 ب 20 تايمز اوميجا سكوير. 4 تايمز 4 16 اوميجا سكوير تايمز اوميجا اوميجا باور 3. عملت اللي تحت تايمز وبعد كده هتروح تعمل لي كروس كده. ده تايمز ده بلس ده تايمز ده. اي حاجه تايمز 1 ايكوال اتسد اهي بلس اي حاجه تايمز 1 ايكوال ايه برضه اتسد. نبدا بقى نعمل سيمبليفاي بعد ما عملت بلس. اقعد كده فوق عشان انا معايا بس انا بقى معايا. اول حاجه نبدا مثلا بين فوق 5 5 10 4 اوميجا بلس 4 اوميجا سكوير بنيجاتيف الثالثه يعني نيجاتيف 4 يعني 5 و 5 10 ودول هيطلعوا لي نيجاتيف 4 10 ماينس 4 اللي هي كام؟ ب 6 اللي هي دي. تعالى ننزل تحت بص بقى معايا كده كويس. دي 25 دي كده كده بوينت مالهاش لازمه. 25 و16 اللي هي 41. طيب دول مع بعض هيطلعوا لي كام؟ يطلعوا لي نيجاتيف الثالثه ما هم 20 اوميجا و20 اوميجا سكوير يبقى يطلعوا لي نيجاتيف 20. يبقى 41 اللي هم دول مع بعض ماينس 20 اللي هي 21. روح بنفس الدفاع على الكمبيوتر هتطلع بكام؟ ب 2 اوفر 7. ده بالنسبه للسؤال اللي انت شايفه ده وكان بفعل على طبعا كان بروف فطبعا وصلت لغايه ايه اللي هو عاوز يوصل. تعال نشوف اللي بعده. قال لك في سؤال انا فوتته اللي هو 67 لقيت 67 هتلاقي عندك مشين متكرر خليناها بكده فهتلاقي 66 بعد كده 68 لان 67 متكرر. يقول لي هنا بروف ذات ان 2 بص معايا بس كويس قوي السؤال ده 2 بلس 3 اوميجا بلس 2 اوميجا سكوير تايمز 2 بلس 3 اوميجا سكوير بلس 2 اوميجا باور 4 بعد كده تايمز 2 بلس 3 اوميجا باور 4 بلس 2 اوميجا باور 8 2 ان ايكوالز 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه 2 ان؟ تعالى الاول نعمل سيمبليفاي واحنا هنعمل امشي معايا واحده واحده. خدت الاول الجزء ده وقلت ده زي ما هو. تعال نبدا نعمل سيمبليفاي. بص بقى معايا كده انا هعمل ايه؟ هنا اولا ال 3 اوميجا نزلتها زي ما هي. خد لي الاثنين دول مع بعض. السم بتاع اي 2 يديك نيجاتيف الثالثه طالما انا 2 هنا 2 طبعا. فالنيجاتيف الثالثه بتاع دول ايه؟ نيجاتيف 2 اوميجا. يبقى انا كنسلت لك دول وكتبت لك مكانهم نيجاتيف 2 اوميجا. وفي 3 اوميجا نزلت. هكرر لك دوت هنا تاني. بص كده معايا اولا 3 اوميجا في 2 نزل زي ما هي لان هي واحده ديفرنت. لكن هنا 2 هنا 2. طبعا دي اكنها اوميجا بس. اوميجا باور 4 عشان هنا 3 تديني اوميجا باور 1. طب 2 و2 اوميجا يدوني نيجاتيف الثالثه يعني نيجاتيف اوميجا باور 2. يعني انا هكدي كنسلت لك دول وكتبت لك مكانهم نيجاتيف 2 اوميجا باور 2 ودي نزل زي ما هي. تعالى هنا دي اولا اكنها اوميجا ودي اكنها اوميجا باور 2. اعرف حاجه 4 3 فيبقى لي 1. اعرف حاجه 8 6 فيبقى لي 2. دي ديفرنت فيها 3 تنزل. طب السم بتاع دول يديك نيجاتيف الثالثه يعني 2 بلس 2 اوميجا سكوير هتديني نيجاتيف 2 اوميجا. دي اول حاجه عملناها عشان تلاقي جروث وكتبت مكانهم نيجاتيف 2 ايه اوميجا. بص كده معايا نيجاتيف 2 اوميجا بلس 3 اوميجا مش دوت تديني اوميجا؟ نيجاتيف 2 اوميجا سكوير بلس 3 اوميجا سكوير ما دوت تديني اوميجا سكوير. ودوت برضه هيديني اوميجا يعني دوت طلع لي اوميجا اوميجا سكوير اوميجا. وخلي بالك ان النقط دي كده هيديك بقى عشان نكملها. يا فورا تاخد اوميجا اوميجا سكوير اوميجا يبقى نكملها اوميجا اوميجا سكوير اوميجا اوميجا سكوير اوميجا اوميجا سكوير لغايه فاكتور 2 ان. طب برضه لسه ما عرفناش يعني ايه فاكتور 2 ان. بص كده دول لو طبعا دول كل اثنين ما بينهم ايه؟ ما بينهم تايمز. هاخد واحده بس ما هي دي تتكرر ودي تتكرر. هقول ان هي باور ان وهاخد الثانيه اقول ان هي باور ان. ليه؟ لما اعملهم تايمز لبعض هيديني باور 2 ان. ودي بقى معناها ان انا بقعد اكرر 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 لغايه ان تايمز لان دي رقم الباور انا لسه مش عارف هو بكام. فانا عشان اوصل لل 2 ان فانا هم مليون تايمز فهفككها لان وان. احط ان على الحاجه الاولانيه اللي بتتكرر واحط ان على الحاجه الثانيه اللي بتتكرر عشان في الاخر في النهايه يدوني ايه؟ يدوني 2 ان. طيب هو عايز يوصل ان ده ب 1 ازاي؟ هقول لك الباور هنا واحد صح؟ انا ممكن اعمل حركه حلوه قوي ان انا اعمل تايمز لجوه وانزل نفس الباور اللي هو ان.
طالما اتباور عليهم الاثنين من حقي ان انا لازم اتباور مره واحده واعمل تايمز اللي جوه. اوميجا تايمز اوميجا سكوير باوميجا باور 3. طب مش اوميجا باور 3 فعلا ب 1؟ 1 باور اي حاجه هيديني وزن، يبقى انا وصلت اللي هو عاوزه. اقول له ان انا هاخد الباور دوت مره واحده بس واعمل تايمز اللي جوه. اوميجا تايمز اوميجا سكوير اللي هي اوميجا باور 3. وطبعا اوميجا باور 3 ب 1 و1 باور اي حاجه هيطلع لي في الاخر بكام؟ ب 1 ودوت برضه اللي هو ايه؟ اللي هو عاوزه. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي find the value of k minus k minus 1 over 1 plus omega plus k plus 1 times omega square all power 8. عايزين ال value بتاع كل الكلام ده. امشي معايا خطوه خطوه بالراحه بس كده معايا. ادي ده السؤال نفسه ما عملتش حاجه، ما نزلتش اي حاجه. هي 1 plus omega ممكن نشيلها ونكتب مكانها ايه؟ السم بتاع اي 2 ايكوال نيجاتيف الثالثه. يعني ممكن اكتب مكانهم ونجيب الاوميجا باور 4. طيب فاكر معايا لما قلت لك الاوميجا اللي تبقى تحت تطلع اوميجا باور 2 والاوميجا باور 2 لما تبقى تحت تطلع اوميجا؟ ايه رايك ان انا هطلع لك دلوقتي الاوميجا باور 2 ديت فوق تبقى اوميجا؟ حاجه ثانيه عشان ما تتلخبطش ان انا اظلمك، دي نيجاتيف ونيجاتيف. نيجاتيف نيجاتيف تديني ايه؟ تديني بوزيتيف. يبقى البوزيتيف دي جت منين؟ نيجاتيف تايمز نيجاتيف. الاوميجا باور 2 لسه قايله لك حاجه، لو هي تحت تطلع فوق اوميجا. طلعتها لك فوق اوميجا هنا. وكي ماينس 1 نزلت عادي زي ما هي. ودوت نزل عادي زي ما هو. يبقى انا كل اللي عملته شلت 1 بلس اوميجا كتبت مكانها نيجاتيف اوميجا باور 2. النيجاتيف مع النيجاتيف تديني بوزيتيف. الاوميجا لما تبقى تحت تطلع اوميجا سكوير. ولو هي اوميجا سكوير تحت تطلع فوق ايه؟ اوميجا. ونقلت لك بقيه السؤال زي ما هو. تعالى نكمل. اعمل لي ديستريبيوشن. يعني دخلي دي كده على الاوميجا ودخلي دي كده على الاوميجا سكوير. الكي نزلت كي تايمز اوميجا بكي اوميجا. نيجاتيف 1 تايمز اوميجا بنيجاتيف اوميجا. كي تايمز اوميجا سكوير بكي اوميجا سكوير. 1 تايمز اوميجا سكوير اوميجا سكوير. اول باور 8. طيب بص كده معايا ده وده وده. مش دي زيها زي بالظبط 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير بس اكن عملها تايمز كي. طب ما كان الباور دي زيرو. يبقى دول كده هيروحوا مع بعض. ايه اللي هيبقى لي؟ نيجاتيف اوميجا بلس اوميجا سكوير اول باور 8. طب ما دول كده اللي هو الماينس ما بين اوميجا سكوير واوميجا اللي هو اساسا بكوستيف ونيجاتيف روت 3 ايه؟ روت 3 ار. خلي بالك انت هتعملها بالسكس فروت 3 باور 8 بقيت 1. ار باور 8 ضمن مالتيبلز 4 اللي هي تديني 1. يبقى كده 81 تايمز 1 اللي هي بكام؟ ب 81. بص بقى معايا السؤال دوت عشان ده سؤال رخم شويه. مديلك ايكويشن واحده بس فيها اكس وفيها اوميجا وبقول لك صوره. صوره يعني انا عايز الفاليوز بتاعت الاكس دي. بص هنمشي فيها ازاي واحده واحده. اول حاجه اعملها لك وديني وانا الناحيه الثانيه. يعني خليه اكس من السنه والثانيه. وخلي دول لوحدهم كده. اعمل لي باور 2 للناحيتين. لما اعمل هنا باور 2 ولما اعمل هنا باور 2 هبدا افكهم. تعالى كده افكهم مع بعض. الحاجه الاولانيه باور 2. الحاجة الثانية باور 2. 2 تايمز الفيرست تايمز السكند في النص. نفس الكلام هنا. الحاجة الأولانية باور 2 أوميجا باور هنا باور 2 يبقى أوميجا باور 4 هنا. الحاجة الثانية باور 2 2 تايمز 4 يبقى أوميجا باور 4 هنا. 2 تايمز الأولاني تايمز الثاني ال 2 نزلت. هنا أوميجا باور هنا تايمز أوميجا باور 4 يبقى أوميجا باور 3 هنا. ده كده بعد ما عملت إيه؟ بعد ما فكيت الباور 4. تعالى نبدأ سيمبليفاي. بص كده معايا. طالما هنا باور 3 فدي كده بتتكنسل. هنا باور 4 شيل اقرب حاجه اللي هي 3 بقى لي اوميجا باور ان. ده اللي هيظهر دلوقتي. بص كده ده نزل زي ما هو. ما عملتش فيه حاجه. وده نزل اهو. هنا كانت 4 ان شيل منها 3 يبقى لك ان يبقى اوميجا باور ان. طب ما هنا اوميجا باور 3 ان طالما في 3 يبقى على طول دي 1 فيبقى لي 3. ده كده اللي انا ايه؟ اللي انا وصلت له. طيب بص معايا بقى على السيمبليفاي بقى. تعالى نكمل. بص بقى هنا عملت ايه؟ كتبت لك ان ده ايكوال ده. طب ده جه منين؟ ده خلاص انت عارف اللي هو ده خلاص. ده كده انا قلته لك فين؟ بس يا ترى بقى ده كده جه منين؟ بص معايا على الفاليو بتاعه الاكس ماينس 1. هي مش الاكس باور ماينس 1 كانت عباره عن اوميجا باور ان بلس اوميجا باور 2 ان اللي هم دول. فانا هروح اشيل دول واكتب مكانهم الاكس ماينس 1. ليه؟ لان انا عايز الايكويشن تبقى فيها اكس بس. مش عايز يبقى فيها تو فاريبلز مش هينفع مش هعرف احلها. فشلت لك دول
وحطيت الفاليو بتاعتهم اللي هي كانت اكس ماينس 1 شلت الفاليو دوت وقلت لك مكانه اكس ماينس 1 وكان في بلس 2 نزلتها زي ما هي. فكده فعلا لو خدت بالك ان كل اللي بقت اكس بس نحاول برضه نحلها كده بقت سهله. بص بقى ده موجود في كل حاجه تانيه اكس ممكن تنزل زي ما هي نيجاتيف 2 اكس دي تروح لها يبقى نيجاتيف 3 اكس. طيب هنا كان في نيجاتيف 1 وهنا كان في هنا طبعا كان في نيجاتيف 1 تروح بالبلس يبقى 1 بلس 1 ب 2 ال 2 تروح بنيجاتيف 2 ماينس 2 ب 0 فعشان كده ايكوال 0. جمعت بس كل الحاجات ايه مع بعضها مفيش ارقام الارقام كلها غلط. طيب هنا في اكس عايز كومن فاكتور خدها بره يبقى الاكس ماينس 3 ايكوال 0 اكس من البيج من هنا حطيت على اكس 0 ومن هنا اكس هتطلع كام 3. طب انا جبت الفاليو بتاعت اكس انت كده حددت الايكويشن يعني هو دوت كده بالنسبه لك هو السولوشن سيت اللي هو 0 كام 0 و 3. ده سؤال جميل جدا ومهم جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي ايفالويت 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير بجانب اوميجا باور كام باور 100. زي ما قلت لك كل 3 و 4 بيكنسلوا بعض ازاي؟ اولا دي فاكهه 3 صح؟ يعني 1 بلس اوميجا اوميجا باور 2 اوميجا باور 3 اوميجا باور 4 لغايه اوميجا باور 100. ايه اللي هيتبقى لي؟ شيل كل 3 مع بعض اوميجا باور 1 باور 2 باور 3 هيتشال 4 5 6 طب انا هفضل اعد اكيد لا. من ضمن المعطلس بتاعت 3 ال 99 يبقى هنشيل لغايه اوميجا باور 99 من اول اوميجا باور 1 لغايه اوميجا باور 99 كل دول هيكنسلوا بعض. ايه اللي هيبقى لي؟ هيبقى لي 1 وهيبقى لي الاوميجا باور 100. الاوميجا باور 100 شوف اقرب حاجه ليها في تيبل 3 انا زي ما قلت لك 99 فانا ممكن اشيل هنا 99 لما اشيل 99 من 100 يبقى لي اوميجا باور 1 فاللي بقى في الاخر 1 بلس اوميجا 1 بلس اوميجا سم بتاع حاجتين ايكوال نيجاتيف التالته يعني ايكوال نيجاتيف مين؟ اوميجا باور 1. ده كده كان اخر سؤال. هعمل لك بس ريفيجن كده بسرعه على الرولز وعايزك قبل ما تبدا الحل تحاول تحفظ وتفهم الرولز دي كويس قوي. بص كده معايا بسرعه. الرولز اول حاجه مين هما رولز ال1؟ هما ثلاثه 1 واوميجا واوميجا باور 2. السم بتاعهم بكام؟ السم بتاعهم لزيرو. طب لازم يبقوا كده؟ لا ممكن يبقى اي رقم هنا يعني ممكن تبقى 5 بلس 5 اوميجا بلس 5 اوميجا باور 2 لزيرو. دي اول حاجه دول روتس ال1 والسم بتاعهم بكام؟ لزيرو. طب مين الاوميجا ومين الاوميجا باور 2؟ اهي واحده منهم بنيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2 اي واحده بنيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2 اي دول كده الاوميجا والاوميجا سكوير. طيب السم بتاعهم زي ما اتفقنا زيرو. السم بتاع اي 2 ايكوال نيجاتيف الثالثه. السم بتاع اي 2 ايكوال نيجاتيف الثالثه. السم بتاع اي 2 ايكوال نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف الثالثه. طيب بص برضه معايا هنا دي بتاعت الديفرنس طبعا عشان انا ما بفرقش مين اوميجا ومين اوميجا سكوير فعشان كده انا كاتب لك بوستيف ونيجاتيف. بوستيف ونيجاتيف روت 3 ار ده لما تبقى اوميجا ماينس اوميجا سكوير او اوميجا سكوير ماينس اوميجا. طب بالنسبه للكونجيجيت كل اللي بعمله في الكونجيجيت ان انا اشيل الاوميجا واكتب مكانها اوميجا سكوير. الزد كان اي بلس بي اوميجا يبقى الزد بار اي بلس بي اوميجا سكوير ولو كنت جبت لك دوت اشيل الاوميجا سكوير واكتب مكانها اوميجا. هنا زي ما اتفقنا ان اوميجا باور 3 هي ال 1 اكتر من كده بقعد اشيل مالتيبلز مين 3. لو جات لك الاوميجا تحت 1 اوفر اوميجا تقول له دي اوميجا باور 2. لو جات لك الاوميجا باور 2 تحت تقول له دي اوميجا وكان البروف بتاعها ان انا اكيد شلت ال 1 بدات مكان اوميجا باور كام؟ باور 3. الروز ديت لو انت عندك هنا ايه وهنا ايه؟ هنا بي وهنا بي واحده دي اوميجا واحده ما فيهاش خالص حط جنب اللي ما فيهاش اوميجا باور 3 هتديك في الاخر اوميجا دي الستبس بتاعتها. لو انت عندك هنا ايه وهنا ايه؟ برضه بي وبي بس واحده جنبها اوميجا باور 2 مش هتفرق كتير. خد الفاكتور اللي بتدي جنبها اوميجا باور 3 خد هاي سكون فاكتور وهتطلع لك اوميجا باور 2. يعني لما كان واحده جنبها اوميجا طلعت في الاخر الاجابه اوميجا ولا كان واحده جنبها اوميجا باور 2 طلعت في الاخر الاجابه ايه؟ اوميجا باور 2. دي الرولز بتاعتك تبدا تحل عليها وبعد كده هبعتك ان شاء الله الهومورك على الجروب اللي هو طبعا هيبقى البوكلت اللي هو على شابتر 2 لان احنا كده خلصنا شابتر 2 بالكامل ان شاء الله اشوفكم في المحاضره اللي جايه.